احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية العليا بتخريج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين الدفعة 22 رقابة إدارية والمنعقدة بالأكاديمية، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية. وتزامنا مع تخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين الدفعة 22 رقابة إدارية، تستمر الأكاديمية العسكرية المصرية العليا في عقد اختبارات لاختيار أكفأ المعلمين لوزارة التربية والتعليم. احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية العليا بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين الدفعة 22 رقابة إدارية المنعقدة بالأكاديمية بعد إتمام دورتهم التدريبية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية. بدأ الاحتفال بمناقشة بحث تخرج الدورة بمشاركة عدد من الطلبة والطالبات، أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمي راقي خلال فترة دراستهم بالأكاديمية، كما تم عرض الموقف التدريبي للخريجين وإعلان نتيجة انتهاء الدورة. تلا ذلك عرض فيلم يوضح تقرير نجاح الدورة، والذي تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ بدءاً من استقبال الدارسين ومروراً بالتدريب التخصصي وفقاً لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة. وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية العليا كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين، متمنياً لهم التوفيق في المستقبل، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإكساب الخريجين الخبرات العلمية والعملية التي تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه. وقدم السيد عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال كلمته الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود مخلصة في تأهيل وتدريب الدارسين وتسليحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا خير قدوة في كافة الأماكن التي يشغلونها، وأوصاهم بضرورة الحفاظ على ما اكتسبوه من قيم وأخلاق خلال فترة دراستهم بالأكاديمية. واختتمت الاحتفالية بتبادل الدروع وتكريم أوائل الخريجين والتقاط بعض الصور التذكارية، كما تم المرور على مجلس ومتحف الأكاديمية العسكرية المصرية العليا. حضر الاحتفالية اللواء أركان حرب خالد شوقي مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا، وعدد من مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية. الفترة دي يعني اتعلمت فيها كتير عن الانضباط، الالتزام، عايز أقول زيادة الانضباط، روح فريق العمل الجماعي والصبر والجلد وتحمل المسؤولية، كل ده يقدر يفيدنا جدا في الشغل. إن أنت لما تتحط تحت ظروف ضغط العمل تقدر إن أنت تدير المواقف بشكل أحسن، يبقى عندك روح تعاون أكتر مع الزملاء، وده طبعا في الآخر بيعود على مصلحة الشغل كله. يعني هو على المستوى الشخصي أنا استفدت إن كان في حاجات كتير قوي كنت فاكرة إن أنا ما أقدرش أعملها، وبوجودي في المكان ده عرفت إن أنا أقدر أعمل أي حاجة في أي وقت. طبعا الموضوع ده هيفيدني في شغلي، إن أنا أبقى ملتزمة أكتر، أنجز مهامي بشكل مور إفيشنت، إزاي أتعامل مع الناس كلها كافة الطباع، وإن أنا إزاي أقدر أتحمل عمل شاق لمدة ساعات طويلة بدون أي نوع من أنواع الإرهاق، وإن أنا إزاي أبقى ضاغط على نفسي عشان أقدر أحقق الهدف اللي أنا محتاج أوصله. الكلام ده كله هيفيدني في حياتي العملية جدا. وتزامنا مع تخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين الدفعة 22 رقابة إدارية، تستمر الأكاديمية العسكرية المصرية العليا في عقد اختبارات لاختيار أكفأ المعلمين لوزارة التربية والتعليم.